بداية فقراتنا سلمان يمكن رح نحكي عن موضوع كتير مهم وعم نلاحظه بالفترة الأخيرة، بده دراية ووعي كتير كبير من الأهل. لما بنحكي سلمان مرحلة الطفولة يلي هي أول مرحلة بيتجه فيها الطفل إلى تعلم اللغة والنطق، بعدها يمكن بهي المرحلة مرحلة الدخول إلى المدرسة، لما بيصير هون أي اضطراب أو خلل فهون معناتها يمكن سلمان في مشكلة معينة بالنطق، في مشكلة معينة لازم يتجه إلى أخصائي، ولازم يكون في وعي كتير كبير من الأهل لهذا الموضوع لحل المشكلة بشكل كتير كبير بالتعاون بين المدرسة والأخصائي. رح نحكي اليوم عن هذا الموضوع بالتفصيل مع أخصائية النطق والكلام الأستاذة لارا العباس. صباح الخير لارا. صباح أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية لما بنحكي أنه في مشكلة بالنطق والكلام، يمكن الناس بيتوارد لذهنها أنه أنا أخذت طفلي لعند دكتور مثلا ما قال لي أنه في عنده مشاكل، فهو كيف عم بيعاني من مشكلة؟ خلينا نميز اختصاص اللي هو التمييز بمشاكل النطق والكلام، مين المختصين بهذا الموضوع؟ أول شيء فينا نحكي مثل ما قلتي، الأهالي بيجوا لعنا بيقولوا لنا أنا أخذت ابني لعند دكتور أطفال، هو ما قال لي إنه طفلك متأخر، قال لي عادي تركيه بيحكي. بنرجع بنقول له إنه نحن كل حدا له اختصاص، طبيب الأطفال بيشوف له اختصاص إذا الطفل عنده حرارة، إذا الطفل ممكن تكون إيدينيه ملتهبين، بس طبيب الأطفال ما له باختصاص تقويم اللغة والكلام إنه طفلك متأخر لغوياً أو لا، فهذا الشيء هذا التأخر بشخصه أخصائي تقويم اللغة والكلام يلي هو خريج ماجستير تقويم لغة وكلام، بيكون عنده المنهجية العلمية، بيكون عنده الأدوات اللي بيستخدمها لتقييم هذا الطفل لحتى يعرف إنه الطفل متأخر لغوياً أو لا. هذا الأخصائي يلي عنده مثلاً نحن بيجي الطفل لعنا بعمر معين، أحيانا بيجي بيعمل 4 سنين بيقول لي أنا، قالوا لي طفلك عادي مثله مثل أخوه، بيحكي مع بعدين إنه ليش إنه ما قالوا لي قبل. فنحن هذا الأخصائي بيكون عنده استمارة بيقيم فيها هذا الطفل، لأنه نحن بنعرف إنه حد معين هو عمر تقريبا 3 سنين، من سنة لثلاث سنين هو الحد الذهبي لاكتساب اللغة، بعدين كل ما كبر الطفل أو كل ما زاد العمر بصير في عنا بتقل المرونة بالطفل، بصير غير قادر على اكتساب هاي اللغة بما يتناسب مع عمره. فنحن أهم شيء لما بنروح على طبيب أطفال نحن ما نعتمد سواء طبيب أطفال أو أي طبيب آخر إنه طفلك ما في شيء خلص تركيه بيحكي مثل غيره، لا، نحن أتمنى أنه يكون روحي على المكان الفلاني اعملي له تخطيط سمع، بعدين لما بتعملي له تخطيط سمع لازم نروح لعند أخصائي تقويم لغة وكلام، لأنه هذا الشخص هو الشخص المؤهل لعلاج هذا الطفل، بيعلمه كيف بشوف وين أنا هذا الطفل عنده كلمة، بدنا نعلمه يحكي كلمتين، بدنا نعلمه يحكي 3 كلمات، بدنا نعلمه يحكي جملة حسب عمره وشو عنده حصيلة لغوية، نحن بنعمل على زيادة هاي اللغة عند الطفل. لارا للأسف منشوف يمكن طفل بعمر صغير ممكن مثل ما بنقول نحن بالعامية بيقرط ببعض الحروف، ممكن حرف السين ما بيطلع، حرف الشين يحكيها بطريقة مضحكة، بعض الأهل بيتعاملوا معه بطرافة، البعض الآخر بيشوفها هي مشكلة. خلينا نعرف شو الصح بهذا الموضوع، أمتى نحن بنقول إنه إحنا في مشكلة معينة لازم نتوجه لأخصائي النطق؟ أول شيء النطق واللغة وتأخر اللغة بيختلفوا عن بعض. نحن أول شيء منفوت للطفل بعمر صغير كتأخر لغوي، يعني لما إمتى يعني بعمر صغير ممكن؟ يعني مثلا هلا نحن منقول إنه الطفل على عمر السنة بيكون لازم يكون عنده مفردات، عنده كلمات، في أطفال بتكون عنده 25، في أطفال بتكون عنده 50، بعمر السنة ببلش الطفل يحكي، وكل ما زاد عمره بتزيد الحصيلة اللغوية عنده. وصل ابني لعمر 2، هذا الطفل غير قادر انه ينتج غير كلمة، هو مؤهل هذا الطفل لغويا انه يحكي مثلا جملة طلبية من كلمتين، او سواء طلبية او وصفية يعبر فيها يوصف اللي بده اياه او يطلب اللي بده اياه. لما انا بشوف هون فانا بتجه انه طفلي ما حكى، فبلش يتأخر، بلشنا من 1.5 سنة يتأخر، على 2 سنين زاد التأخر، فأنا هون لازم روح شوف بصير هون تدخل مبكر. إما هذا الطفل بصير موجه للأهل إنه أنت اشتغلي مع طفلك 1، 2، 3، لازم تحكي مع طفلك، لازم تعلميه يحكي، لازم تضلي أنت تشرحي له، ما لازم مثلا تحطيه على التلفزيون، ما لازم يضل متعلق بالشاشة سواء بالتلفزيون أو بالجوال أو الآيباد، الطفل ما لازم يكون بس هو مستقبل. تمام. الطفل لازم يكون في حدا مستقبل، حدا عم يحادثني، يعني حدا عم يناقشني، حدا انا باخذ وبعطي في
استيعاب وفي انتاج، انه فقط انه انا في اطفال بيجوز تجذبها بس الوان الشاشه. هلا هذا الطفل ممكن كمان بيزيد التاخر اللي عنده، بيكون في عنده سبب بسيط، التلفزيون بيزيده، البيئه الفقيره لغويا من حوالي الطفل بتزيده، بس هذا الطفل بعمر السنتين انا ما فيني اتوجه واقول هو هو عنده اضطراب نطقي. لا، الاضطراب النطقي نحن ما فينا نقول للطفل عنده اضطراب نطقي عدا لما بيعدي مثلا عمر الاربع سنين ونص خمس سنين، لانه كل حرف او له عمر معين للاكتساب. اما اللغه هي بتابكر، يعني هي بعمر السنه وما طالع هذا الطفل ببلش يشكل لغه، اما النطق فهي مرحله لاحقه. نحن الطفل لما بيخلص اكتساب اللغه بيصير عمره بعمر الروضه بنلاحظ عليه انه في اصوات في احرف ما بيقدر يلفظها هذا الطفل، فانا هون بعمل على شيء طبيعي. لارا هلا طبيعي لحد معين، يعني هلا ممكن يكون عمره مثلا اربع سنين هو مو قادر يقول مثلا حرف الكاف. هلا في احرف بقول لك يوصل للصف الاول، الراء ممكن هي اخر حرف ممكن يكتسبه الطفل، تمام، بس في احرف هو لازم يقولها، حرف الداء وحرف الكاف مثلا، حرف السين. بس اهم شيء انا لما بيكون في عند ابني تاخر او اضطراب يفضل اول شيء نعمله نحن تخطيط سمع. تخطيط السمع بس ضمنت انه ابني سليم. هي اول خطوه لاكتشاف المشكله هو تخطيط السمع. اكيد انا اول شيء نحن بناخذ مراحل، نحن كاختصاصين تقويم لغه وكلام نعمل للطفل كشف اولي. من خلال هذا الكشف الاولي نحن بناخذ مراحل حمل ولاده، بناخذ مراحل التطور اللغوي، بناخذ مراحل النمو الحركي عند الطفل. هون ببين معي هذا الطفل شو عانى اثناء الحمل، اثناء الولاده وما بعد من وقت خلق للمرحله العمريه اللي بيكون هو فيها. هل عانى من نقص اكسجه، من سحايا، من نوبات اختلاج، في كذا مشكله نحن لازم نستبعدها. واهم شيء نحن بنقول لهم من حولهم اعمل تخطيط سمع للولد، سواء كان صغير بنعمله جزع دماغ لنتاكد انه السمع طبيعي. في حال كان السمع طبيعي ببين لي انه هذا التاخر اما بيكون نتيجه سبب ما، ممكن متلازمه داون، ممكن اضطراب توحد، ممكن مشاكل اخرى، فنفينا هاي المشكله، نفينا نقص السمع، فهم بيكون عندي تاخر لغوي طبيعي غير معروف السبب غير محدد. طيب ومنباشر جلسات علاجيه مع الطفل. طيب هون لارا مثل ما قلتي في عندنا قسمين، في قسم له علاقه بالمشاكل الصحيه مثل ما قلنا، هي بيصير بقى في تعاون بينكم وبين طبيب مختص لتنحل المشكله، وهي رح نحكي عنها على حده. ولكن المشاكل المحيطه بالبيئه، يعني هلا عم نشوف في كثير اطفال عم بيروحوا على روضات بتعتمد على لغات الاجنبيه اكثر من اللغه الام، فعم بيصير في صعوبه عند الطفل انه هو يتعلم من اللغة العربية. يمكن الأهل بينبسطوا أنه إيه هو عم يتعلم لغة تانية، بس بعدين بيصير عنده مشكلة بنطق الأحرف العربية نفسها. هون كمان هاي المشكلة كيف ممكن تتعاملوا معها؟ نحن بنقول للأهالي ومنوجه أكثر من توجيهات، إذا الطفل عنده مشكلة وإذا الطفل ما اكتسب اللغة الأم فهو أنت لا تدخلي له لغة تانية، لا تدخلي له، بصير عنده ثنائية لغة، فالطفل غير قادر على اكتساب اللغة الأم وغير قادر على اكتساب اللغة الثانية اللي أنت بدك تدخلي له إياها. الشغلة نحن على مبدأ إنه مو شطارة ابني يكون بيعرف إنجليزي وهو بالأساس ما بيعرف اللغة العربية، ما بيعرف لغته العربية اللغة الأم. هلا في عالم بتقلك إنه أنا بدي أحطه البيئة المحيطة فيه هي على طول عم تحكي إنجليزي، أنا ناوي أسافر لبرا، فهو لا يمنع، خلص تركي إنجليزي، علمي إنجليزي يطلع. فهو أما البيئة يلي أنا ابني الجو كله عم يحكي عربي، مدرسته حتكون عربي، حيضل إنه بجو كله عربي، فلا، أنت خليه يكتسب اللغة الأم بعدين منعلمه لغة تانية. لأنه الطفل الطبيعي بشكل عام بشكل عام بيكتسب، الطبيعي اللي ما عنده اي مشكله بيكتسب التنتين سوا، ما عنده مشكله. بس نحن الاغلب اللي عم تيجي لعنا طفل عم يكون عنده تاخر، لما عم يكون عنده تاخر فهو متاخر اوريدي تلقائيا بتعلم لغته، فصرتي انت ما انه مكتسب الاساس لحتى انت تدخلي له شيء جديد. اما الطفل وحتى في الاطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد فهن كثير متعلقين يعني باليوتيوب، فهن بيتعلموا بيلقطوا اسرع من غيرهم اللغه الانجليزيه اللغات الثانية، فهي بتنبسط الأم، أنا ابني إيه عم يتعلم إنجليزي بس هو عم يتعلم شيء جامد، يعني هو عم يتعلم بس النطاق يلي هو عم يتفرج عليه، هذا الطفل غير قادر إنه يلي هو حفظه أو اكتسبه من اليوتيوب إنه يعممه برا بالمحيط، فنحن لا ما بدخل لابني لغة ثانية. الأطفال يلي عندهم تأخر وعندهم مشاكل لا يفضل أبداً إنه نحن ندخلهم لغة إنجليزية إذا ما اكتسبوا لغتهم بشكل طبيعي. إذا بدنا نحكي لارا عن العلاج، شو هي الخطوات يمكن الأولية؟ شو دور الأهل وشو دور المختص برحلة العلاج؟ الأهل لهم 90% من علاج الطفل. أول شيء بتبين إنه أنا لاحظت على ابني إنه عنده تأخر، فأنا باخده بعمل له كشف أولي، بيحولوني بيعملوا لي تخطيط سمع،
بعدين ممكن هذا الطفل يحتاج لنمائي اختبارات ذكاء، نشوف قدرات الطفل مناسبة لعمره ولا لا، بعدين بنحوله على جلسات تقويم لغة وكلام. هذا الطفل بصير عنده جلسات حسب التأخر يلي عنده، ممكن جلسات يومية، ممكن جلسات جلستين بالأسبوع، والأهل اوريدي هن بيتعلموا شو الطريقه وشو الاسلوب شو الخطه العلاجيه يلي انا هالاخصائي عم يتبعها مباشره مع الاهل. بيقول لها انه نحن اهدافنا 1 2 3 لحتى يكتسب هذا الطفل اللغه بشكل صحيح، فانت لازم تشتغلي معه، الاهل لازم يضلوا يحكوا مع الطفل، لازم يستنوه لحتى يبادر انه انا بدي هاي الشغله لحتى نعطيها. الاهالي كلهم بيعتمدوا انه اي يلا خد مشان تسكت، ما تضل انه تبكي، بيأشر يلا خدها بدك هاي ماشي، بيعتمد الطفل بصير أسهل، بيعتمد على تواصل الإشارة، بيعتمد على سلوك القيادة بيد إنه تعالي، بصير قبل ما يطلب عرفان إنه أنا في حدا ما يلبيني فأنا ماني مضطر أحكي. فهون بتصير المشكلة إنه لا خليه، بتقلي بيبكي كتير وأنا مالي خلق ومالي بدي سكته فأنا دغري بعطيه الغرض، لا ما بيصير. لحتى الطفل يتعلم يطلب فأنت لازم تستني عليه إنه شو بدك، بعلمه انه انا بدي مثلا كذا، بدي مي، بدي اكل، بدي اشرب. مره على مره بصير هو انه انت استني شوي لحتى هو يطلب، لحتى هو يبادر. طول ما انت عم تحققي له مطالبه لهذا الطفل بدون ما هو يطلب بالاشاره، فهو حيشيل اللغه على جنب ويتبع وسيله تواصل ثانيه اللي هي الاشاره. فانا اسهل لي انه يا اما ببكي بعبر عن انزعاجي او انا بدي شيء، او باشر لك وانت بتعطيني الغرض. فنحن لازم نسحب كل هدول الشغلات، الاشارات، سلوك القياده باليد، لبي الطفل قبل ما هو يطلب، هي كلها بتأخر. أما الأم لازم تعرف أنه أنا ابني أنت لازم تحكي لحتى تأخذ، ما حكيت ما بتأخذ، بس تلقائي ليتعلم الطلب. أخصائي النطق ممكن يستعمل نفس الأساليب أو في أساليب ممكن تكون خاصة بأخصائي النطق بالتعاون مع الأهل؟ مع الأهل أم مع الطفل؟ مع الأهل. إذا قلنا أخصائي النطق، الأهل عرفنا شو دورهم، أخصائي النطق كيف ممكن يتعامل مع هي الحالات؟ بنفس الطريقة أو في طرق زيادة، طرق أخرى ممكن؟ هلا نحن في عنا للطفل مثل ما قلت لك، في طفل عنده خطة لغوية، هذا الطفل مثلا إجاني طفل عمره 3 سنين، هذا الطفل لازم وصله أنا وما عنده غير كلمة واحدة، أنا لازم وصله لمرحلة لغوية بتناسب أقرانه. هي اذا قلنا هو ما عنده اي مشكله، ممكن يكون في طفل اطفال مركبين حلزون، قوقعه، اطفال مركبين سماعات، ممكن اطفال اضطراب طيف توحد، حسب الاضطراب، حسب الحاله يلي عند الطفل. عندي خطه لغويه بمشي فيها، انا عندي هذا الطفل 3 سنين مثل ما قلت لك عنده كلمه واحده، انا لازم وصله لمرحله يكون في عنده تقريبا حديث سرد، يوصف لي اللي بيشوفه، اذا انا سالته يجاوبني، وين مرحلته اللغويه انا لازم وصله عليها. فانا عندي خطه، انا ببلش بشوف شو عنده مفردات، بشوف الكم اللي عنده، بشوف هذا الطفل بيستخدم الادوات الوظيفيه، الادوات الربط يلي هي مثلا احرف الجار، قادر على انه يدرك العكوس يلي هي نحن بنعرفها فوق وتحت وجوا وبرا، بشوف شو هي حصيلته اللغويه وعلى اساسها انا بمشي عليها. انا بعطي تعليماتي للاهل، بخلي الاهل يشوفوا الجلسه، انت شوفي كيف انا عم بتصرف معه، انت بدك تشتغلي على شكل اوسع، انا بعطيك الفكره، انا بعطيك القاعده، انا بعطيك الطريقه، وانت لازم تعممي، لانه الطفل ما لازم يضل ضمن هي الجلسه، انا الطفل لازم يعرف اي غرض، يعني انا معلمه هي ساعه، فهو لازم يعرف ساعه عندي وبرا وبالسوق، وين ما شافها لازم يعرف انه الساعه، لازم يعرف انه الساعه هي للوقت، لازم يعرف انه هي الساعه، هي الرمليه هي ساعه، والمعلقه بالحيط ساعه، واللي بايدي هي ساعه. التعميم هو الاعظم، يعني هو الشيء الاعظم يلي خلص انه الطفل خزن بمخه، وين ما شافها ساعته بيعطيني هو الانتاج. الام هي مهمه الام الاشمل، انه انا لازم اشتغل على ابني ضعف يلي هو عم ياخده، هو بيعطي الطفل وبيعطي الاهل، بيعطي الاساسيات للطفل، بيعطي الجلسه بتشاهد الاهل بيشوفوه وبيطلعوا بيعمموا برا، والاهل بس اخذوا انه انت عرفي انه 90%، يعني اذا تركتي ابنك بس للاخصائي ما رح يعمم، رح يمشي مع الاخصائي ما رح يمشي برا، رح ياخذ المعلومه جوا ويطبقها جوا، بس برا ما رح يمشي حاله. طيب لارا، خلينا نحكي كمان عن الاوقات، بنسمع كثير عن حالات تعاني من انتكاسة ضمن العلاج، أسباب هذا الشيء هل هو انقطاع فترات الحالات، أو مثل ما حكيتي البعد بين الجلسات اللي بيخضع له وبين كيف بيتم التعامل معه بالبيت، وكيف ممكن نرجع نتغاضى هذا الانتكاس ونرجع نتعامل معه لنرجعه على الخطة العلاجية اللي بلشنا فيها؟ هلا الأطفال يلي عندهم تأخر لغوي، هلا معظم يلي مروا علينا ما حدا بيعاني من انتكاس كعلاج، اي كعلاج لتأخر لغوي، كعلاج لسواء نطق. هلا في حال اطفال بيصلوا لشيء اسمه ثبات تقدم، يعني انا هذا الطفل قدراته، يعني احنا لما بندرج طفل بنتمنى انه يكون في عنده نمائي، لما بشوف انه هذا الطفل عنده تأخر بمراحله النمائيه والتطور الحركي وبعطيه اسئله استيعابيه، بشوف انه استيعابه ما مناسب لعمره، فانا بحوله نمائي، النمائي بيثبت لي قدراته العقليه مناسبه لعمره
ولا لا. هون ببين معي ممكن هذا الطفل يوصل لمرحلة اسمها سبات تقدم. سبات تقدم يعني أنا هذا حدي، قد ما عطيتيني أنا ما ممكن أطلع لسه، خلص أنا هون واقف. وقف لها مثلا جملة من 4 كلمات من 5 كلمات، غير قادر يعطيني أكثر من هيك، هون اسمه سقف. ما بقى يعطيني الولد هيك قدراته، في حال كانت قدراته أقل من عمره أنا هذا حدي ما عاد فيني اكتسب أكثر من هيك. هذا الطفل يلي عنده كمان ممكن مشكلة، أو الطفل يلي قدراته ما أنا مناسبة. أما انتكاس، هلا في حال بتصير انتكاسات لما الأهل بيهملوا الولد ما بقى بيتابعه، يعني مثل ما قلت لك عطى الأخصائي الجلسة الأهل خالصين، يعني نحن عملنا اللي علينا، بصير هون ما بتتراجع، بيتراجع قدراته بتتراجع، هون بصير في بينسى معلومات. اما انت لازم تضلي، بدك تضلي تحاكي للولد، بدك تضلي تعطيه معلومات، بدك تضلي تعممي له لحتى يخزن. بس خزن الولد ما بقى نسى. اطفال بصير عندهم انتكاس لما ما بتكملي لهم المرحله العلاجيه تبعيتهم، مثل الاطفال اللي عندهم اضطراب الطلاقه، هذول الاطفال انتكاسهم اصعب من مرحلتهم العلاجيه، في حال قطعوا الجلسات العلاجيه، في حال ما طبقوا الخطوات وخاصه الخطوات البيئيه لازم يطبقها الطفل، فهون بصير في عندنا مراحل انتكاسيه. اهم شيء المراحل الانتكاسيه هي نتيجه عدم تكمله الخطه العلاجيه او التزام الطفل والتزام الاهل فيها، فهون بصير في عندنا انتكاس. لارا، البعض بيشوف انه نحن لما بندمج هدول الاطفال يلي يمكن عندهم بعض المشاكل بالنطق او بعض المشاكل باللغه، لما بندمجهم مع الاطفال مثل ما بنقول ما عندهم اي اضطرابات او مشاكل، فهني عندهم قدره اكبر على التحسن. البعض الاخر بيقول لا، لانه نحن لازم نحطهم عند الاخصائي فقط ومع الاطفال المشابهين لحالاتهم. شو الصح بهذا الموضوع؟ قد ايه نحن ممكن نكتسب تطور برحله العلاج اذا بدنا نقول مع الطفل؟ الطفل يلي عنده تأخر، الطفل غير قادر على أنه يتواصل مع أقرانه باللغة. مثل ما قلنا الولد يلي بدك تحطي مثلا فئة تانية KG2 KG3، ما بحطه لأنه هو أول شيء ما عنده لغة يتواصل فيها مع أقرانه، لأنه هذا الطفل لازم تحطي أنت أول شيء جلسات مفردة عند هذا الأخصائي لحتى يكسبه اللغة، بعدين بتحطيه بالروضة لحتى يقدر يتواصل لغويا. يعني إذا أنت حطيتي هذا الطفل يلي مو قادر يعبر، مو قادر يطلب، مو قادر يتعامل مع رفقاته، رح تصير نفسيا رح تأثر على الطفل. هلا ممكن هذا الطفل يتواصل من خلال اللعب، اللعب الجماعي، يلعب مع رفقاته، يقدر يتسلى معاهم فقط، يكون رفقة، بس عن طريق ممكن مو كل الأطفال تقدر تتواصل مع هذا الطفل. فأنا ما بحط طفلي بهذا الموقف، لا، أنا بكسبه لغة، خليه يكتسب لغة، يصير يتواصل فيها مع المعلمة، يتواصل فيها مع رفقاته، بعدين بحطه، لأنه هو غير قادر يواكب. ممكن الأنسة تطلب طلب هو يستوعب بس ما أنه قادر يعبر، مو قادر يتواصل، مو قادر أنا أحكي مثلي مثل رفقاتي. فيفضل أن يتابعوا أخصائي تقويم لغة وكلام، لما ببلش يبادر هذا الطفل يكتسب لغة نحن منحطه. أما أنه ما يكون عنده لغة أبداً وإدمجه دغري بالروضة فهذا خطأ. تاني شغلة كمان، مو ضروري أنا أحطه مع أقرانه، لا، يعني أنا ما بحطه ضمن قوقعة أنه أنت لازم تضل ضمن مجموعة معينة. هذا الطفل له حياته الاجتماعية لازم يعيشها، أنت عم تاخد عم تكتسب لغة، عم تاخد مهارات تواصل، فأنت يعني لا، روح عيش حياتك بالروضة العادية. لما بصير عندي لغة، لما بصير عندي تواصل مناسب، عيش حياتك بالأطفال العاديين بالمجتمع العادي، لأنك أنت ما رك تضل ببيئة مثالية. يعني هاي البيئة الهادئة يلي فيها 1 2 3 4 فقط من الأولاد يلي موفرين لك اللعب المناسب، طريقة اللعب، طريقة الحكي، لا، أنت لازم تطلع لبرا، تتواصل مع رفقاتك، تتواصل مع الجيران بالطريقة الطبيعية اللي نحن عايشينها، لأنه نحن بيئتنا هي بيئة ضجيج، بيئة عدد هائل من العالم من الطلاب. مدارسنا نفس الشيء، نحن ما عندنا مدارس، يعني مدارسنا ما أنا نموذجية 5 طلاب بس، مثل انت ما انك حاططيه بالفئات الخاصه. هذا الطفل لازم يتعود انه يقعد بين 20 طالب ويسمع وينتقي ويستقبل وينتج. انا يعني مو مع انه يضل لعمر معين ضمن هي القوقعه، البيئه المثاليه، وبعدين يطلع يعاني، لانه راح يطلع يعاني لحتى يتعودوا عليه، لحتى يتعود على نظام المدرسه، لحتى يقدر يستقبل من رفقاته ومن الانسه. هو يفضل لا، اختصاصي تقويم لغه وكلام، اكتسب لغه حطيه بروضه وخلي يعيش بالحياه الطبيعيه. اكيد. طيب لارا، قبل ما نختم حديثنا لسه معنا كم دقيقه، خلينا نحكي عن ابرز الاساليب اللي بتستخدموها. يعني حكينا عن كثير مجالات واعمار وطرق، ولكن الاساليب بتستخدموها لمعالجه مشاكل النطق والكلام عند الاطفال. الأساليب يلي هي سواء الأدوات، هلا يفضل كل شيء طبيعي،
كل شيء محسوس لهذا الطفل حسب عمره. الأطفال الصغار اللي بيجوا لعنا هذا الطفل أكيد ما حنستخدم معه بطاقة صورة مجردة يعني أنا أو كلمة، أنا بدي أعبر له، أنا بدي أجيب علمه لهذا الطفل، بدي أجيب له طاقية، يعني أنا بدي أعلمه مثلا ملابس نحن مسميها مفاهيم ضمنية، هي مفاهيم حياتية لازم يكتسبها الطفل ككلمة لحتى نقدر ننتقل على الجملة. أنا أي مفهوم يعني سواء ملابس كنزة، أنا بدي أجيب له كنزة طبيعية كنزته إن شاء الله، أمسك أعلمه إنه هي اسمها كنزة، يعني يعرف انه هي كنزة، شيء ملموس شيء محسوس. الطفل الصغير بدك تعلميه سيارة، فانت بتجيبي له مجسم سيارة لحتى تعلميه عليها انه هي سيارة، هي اسمها سيارة، هي صوت السيارة بيعمل بيب، السيارة بتمشي بالشارع. اما كل ما كبر الطفل ممكن اغير له انا الوسيلة، كل ما كبر الطفل لحتى يصير لمرحلة انا اعرض له صورة، بيعرف هذا الطفل بالنسبة لعمره 5-6 سنين بيعرف انه هاي الصورة بدالة على شيء. فكل العمر يعني كل طفل له مرحلة عمرية له وسائل يفضل تستخدميها مع الطفل. انا ما بجي لعند طفل ممكن عمره 15 سنه واجي جيب له تفاحه واقول له هي تفاحه، اكيد لا، كل وسيله بتناسب عمر معين. اهم شيء الاطفال الصغار يلي بيحبوا ممكن تعلميهم باللعب، ما ممكن انه تكون جلسه يلا اقعد كرسي وطاوله، لا، ممكن انا عن طريق اللعب علمه له وصل له المفهوم يلي انا بدي اعلمه اياه. نحن لهيك بنقول للامهات انت ما ضروري اذا الطفل ما بي يعني ما بيكتسب منك بالتعليم وش لوش، خلص عن طريق اللعب، انت لعبي وصلي له الفكره يلي انا بدي اعلمه اياها. صحيح، هي اسمها كذا، روحي على المطبخ، روحي على غرفه النوم، روحي على اي مكان، قادره انت توصلي له اياها. مو ضروري جلسه، مو ضروري صوره، مو ضروري اي شيء، اي شيء من الحياه الطبيعيه بتوصل لهذا الطفل المفهوم او اللغه يلي بدك اياها. تمام لارا، بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد نتمنى الصحه والسلامه والوعي اكيد من قبل الاهل وخاصه الامهات باي مشكله او اضطراب ممكن او حتى تغيير ممكن يصيب اولادنا. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا لك لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.